من هنا وحيثما أقف بالتحديد ومن هذه الأرض المباركة، كم من طفل عاش وارتسمت فرحة والديه، وكم من حياة تنفست بعد فكرة عظيمة لقائد مؤسس بنى بروجا مشيدة بالصحة والعافية، أول مستشفى في الإمارات وبداية عهد الصحة في الإمارات. القصة ابتدأت من هذا المنزل. في العين وأعلى من حاجب الصحة لا تقوم الحياة، هكذا كانت رؤية المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ليطبطب على أهله وشعبه ويطبب وينقذ مرضاه في قصة منزل حاكم شع منه كل معالم الرحمة والإنسانية والتسامح. وابتدت الحكاية لما الشيوخ ابتدوا في 1960. الصورة دي كانت البداية، كان المبنى وكان المنزل اللي أعطاه الشيخ زايد للدكتور بات وماريان كينيدي، كانت هنا غرفة الولادة وغرفة العمليات وكانوا بيهتموا بالمرضى. وفي البيت ده اتولد سمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ حمدان بن زايد، وابتدت المبنى يكبر وابتدى يكون فيه زيارات وابتدت الناس تستنى وابتدت فيه أطفال كتيرة تتولد. الحلم بدأ يكبر يا زايد الخير، وغرفة المنزل أضحت واحة لعلاج الأهالي وبركة يتنفس منها الجميع وملاذا لأوجاع وآلام كانت محطة نهاية، لكنك أحييت الأمل والإنسان وكل كائن يسبح بحمد ربه. 1963 كانت أول غرف لإقامة المرضى، قررت إدارة المستشفى وقتها أنه لا، لازم نبتدي المرحلة الثانية أن احنا نعمل المباني بالطوب اللبن، لكن حصلت مشكلة. تفتكر أن هم بطلوا يفكروا إزاي نبني؟ ما بطلوش. 1965 اتبنت مبنى للمستشفى وكان فيه استخدموا الأسمنت وكان اسمها مستشفى الواحة لأن احنا في العين، وبتتولى الاحتفالات وفي كل سنة وفي كل مرحلة بنحاول نكبر أكتر، بنحتفل بعشرين سنة، بنحتفل بثلاثين سنة، بنحتفل باربعين سنة. هذا المنز أضحى ذكرى لتاريخ لا يمحى، واليوم نور ضياء العافية يغطي المكان فيه كند، وبحنكة قائد ابن قائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حولها إلى جنة وراحة في الأرض من أكمل مسيرة وفاء وتكريم لمكان شهد ولادة قادة يسطرون تاريخ الإمارات بأحرف من نور.